بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نأتي لحل التمرين العاشر، 2-4 للإحياء، تمارين 2-4 للإحياء وتمارين 4-4 للتطبيقي. نأتي للحل. هنا الحل ليس البسط هو مشتقة للمقام، لذلك نحاول أن نتخلص من البسط بأن نضعه في الأعلى، بأن نكتب X أس 3 على 4 بالسالب، لأن أي شيء نغير مكانه عندما رفعناه غيرنا الإشارة، عندما نغيره من مكان لآخر نغير إشارته، وهذا المقدار ينزل كما هو. الجذر معناه قوس أس نص، جذر X ناقص X دي X. هنا هل هذا هو مشتقة داخل القوس؟ لا، مشتقة الجذر X هو نص في X أس سالب نص ناقص واحد، وهذا غير متوفر في الخارج. مشتقة القوس هو كما قلت هو غير متوفر في الخارج. إذن نجد طريقة أخرى بأن نسحب عامل مشترك. كيف نسحب عامل مشترك؟ هذا للملاحظات، أن الـ X هي تساوي جذر X في جذر X. عندما ننزل هذه كما هي، X سالب 3 على 4 قوس كبير، نسحب جذر X، هذه نسحب منها جذر X، وهي جذر X في جذر X، نسحب منها جذر X في هاي، بقت واحد، هاي بقت جذر X لأن كانت جذرين للX، طلعنا واحد وبقى واحد، والقوس الأصلي الكبير هذا عليه نص دي X. هنا من خواص الأسس أن هذا المرفوع عند الضرب، عند مجموع هنا إذا أكو ضرب فوقها اثنينات هن أس، يدخل على الضرب اثنينات، يدخل على هاي ويدخل على هاي، إذن هذا الأس يجي لهنا ويجي لهنا. خلنا أبسطها أكثر، X سالب 3 على 4 قبل لا أنزل الأس، هاي أكتبها بالصيغة التالية، هاي واحد ناقص X هم بالصيغة التالية اكتبها، وهذا يبقى كما هو. من نزلنا نزلنا فوق شلون؟ هسه اوضح لكم اياها. من انزل على هاي ينضربن المقام، المقام ينضربه المقام، والبسط والبسط، 2 في 2 تصير 4، اذا X اس 1 على 4، هذا واحد ينزل القوس نفسه بس ينزل فوق القوس 2. نجي هذه، هاي مضروبة، هاي في هاي في هاي مضروبات سوا، نضرب هذه في هذه عند الضرب للأساسات المتشابهة تجمع الأسس. هذا القوس ماكو داعي له، عادي نقدر نحجبه ولا نخليه عادي. عند الضرب تجمع الأسس للأساسات المتشابهة، هذا أساسات متشابهة X بX، نجمع ذني سالب 3 زائد 1 هو عبارة عن سالب 2 على 4، هاي تنزل كما العفو هاي هي ضربناها، ينزل هذا القوس كما هو. قوس نصف تختصر الأربعة ويا 2، هاي هنا 2، إذا نبسطها أكثر تصير 1 على 2 بالسالب، هاي واحد ناقص X أس نص أس نص، طبعا كلها دي ال X، مشتقة داخل القوس ما هي؟ نجي المشتقة داخل القوس هنا في المسودة، هاي هنا مشتقة داخل القوس طلعها صفر، مشتقة الواحد صفر، ناقص مشتقة هذه هي نزل الأس واحد على 2 في X، ناقص النص ناقص واحد سالب نص، سالب شلون صار سالب نص؟ نص ناقص واحد يساوي نص من واحد المقامات ناقص 2 على 2 ويساوي سالب نص. هاي التوضيح، توضيح شلون المشتقة طلعناها. المشتقة شنية طلعت؟ طلعت هاي X سالب نص، هذا يا X سالب نص. محتاجين سالب نص، سالب نص سهلة، نكتب سالب نص، بس سالب نص نجيبها منين؟ ما يصير
لازم نلغيها برا باثنين حتى تختصر اثنين ويا اثنين والسالب ويا السالب. اذا مشتقة داخل القوس متواجدة نحذفها ونزود الاس واحد ونقسم على الاس الجديد. هاي ننزلها اثنين سالب اثنين عفو واحد زائد اكس اس نص نزود الاس واحد واحد على اثنين زائد اثنين على اثنين يساوي ثلاثة على اثنين. هاي التوضيح ثلاثة على اثنين ثلاثة على اثنين نقسم على الاس الجديد اللي هو ثلاثة على اثنين زائد سي. هنا انتهى التكامل. للتبسيط هذا يقلب اثنين تنضرب بي اثنين تصعد للأعلى يصير سالب اثنين واحد ناقص اكس اس نص ثلاثة على اثنين على ثلاثة في اثنين في اثنين هاي اثنين تضرب هاي اثنين تضرب هاي اثنين زائد سي تصير سالب اربعة على ثلاثة واحد زائد اكس اس نص ثلاثة على اثنين زائد سي. هنا اكتمل الحل وشكرا. نسألكم الدعاء.